السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بصحة. السكريات مهمة جدا في حياتنا. طيب، في سكريات نافعة وفي سكريات ضارة، هنعمل إيه؟ ناخد عسل النحل، لأن عسل النحل السكر اللي فيه فركتوز مش سكروز، هناخده كوجبة فطار ووجبة سحور، مهم جدا للهضم، لأن أصلا عسل النحل هو غذاء مهضوم. دمتم بصحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.